السلام عليكم. مهما زادت الاختراعات اللي بتطلع في رمضان، دايما البسبوسه والكنافه بيبقى ليهم وضعهم. هتلف تلف وتجرب اختراعات في الاخر برضو لازم ترجع له. بما ان احنا بنتكلم عن اصل الحلويات في رمضان، فالنهارده هنعمل مقارنه بين اربع براندات، في ثلاثة منهم معروفين والرابع هو كان اقتراح كده، فمش عارف بقى هيخيش هيطلع جامد، هنشوف. قبل ما نبدا الفيديو عايزين نعمل لايك وسبسكرايب، ولو الفيديو عجبك اعمله شير. اول واحد معانا وهو يتول. ادي البسبوسه وادي الكنافه، بس هي كنافه بالقشطه. يتول هنا هما كانوا لافين العلب دي بستريتش كده، فانا ايه شلت الاسترتش. هو كل قطعه بسبوسه حاطط لك تحتيها البتاعه دي وعليها اللوجو بتاع يتول. عايز شوكه. انا مهما تطلع من اختراعات، البسبوسه دي لما بتظبط بتبقى اعلى من اي حاجه، هي والكنافه. خلينا نبدا نقول بسم الله. طب حلو، بداية كويسة. يتول هنا البسبوسة بتاعته السكر بتاعها مظبوط، لا هو عادي ولا هو قليل، الشربات المحطوط فيها محطوط بنسبة كويسة، وبرضه البسبوسة نفسها مش ناشفة قوي ومش ناعمة، يعني هو ايه ماشي وسط كده في كل حاجة، فلا حلو عجبني. خلينا بقى نشوف الكنافة اللي بالقشطة. هنا الكنافة دي اسمها كنافة عثمانلي. شكلها غير طعمها خالص، يعني كنت متوقع ان الكنافه تبقى ناشفه شويه، القشطه تبقى دسمه، لا القشطه خفيفه جدا جدا، والكنافه نفسها طريه جدا، فما فيش الاحساس بتاع الكنافه كده. الكنافه المفروض بتبقى مقرمشه شويه، لا هنا ما فيش القرمشه دي خالص. لا الكنافه دي يعني ما عجبتنيش. البسبوسه كويسه جدا، فخلينا نخش على اللي بعده. نخش التاني واحد معانا وهو مونجيني. مونجيني يعني الكيس بتاعه والعلبة الألوان بتاعتهم مبهجة جدا، فأتمنى الطعم يبقى مبهج كده برضو. طيب خلينا نشوف البسبوسة كده من مونجيني بتقول ايه. هنا البسبوسة ما تحسش ان هي وسط ما بين ان هي ناشفة وناعمة، لا هي تميل ان هي ناعمة اكتر، يعني تحس ان كمية الشربات المحطوطة فيها قليلة جدا، فلا ما عجبتنيش. عايز نسبة الشربات تبقى مظبوطة، مش لازم تبقى عالية بس يعني احس بيها اكتر من كده. طيب خلينا نشوف الكنافة. او بالمناسبة الكنافة اللي هنا هي كنافة كريمة، ما كانش فيه عنده اللي هي اللي بالقشطة. طبيعة الكريمة هنا رفيعة شوية في وسط الكنافة دي كلها، والكنافة ناعمة جدا، مفيش قرمشة الكنافة دي خالص، فمش عارف هو فيها كده. انا دي كنافة يعني الموضوع مش صعب للدرجة دي، مش عارف في ايه. فقطعة الكنافة على بعضها كده وانت بتاكلها تحسها ناعمة قوي في بقك، يعني مفيش قرمشة بنسبة 1%، فلا ما اتبسطتش انا بصراحة سواء كنافة او بسبوسة. خلينا نخش على بعضه. ونخش بتالت واحد معانا وهو تسبس. نفتح بقى العلبة بتاعت تسبس كده. بالمناسبة الاطباق دي كلها كانت ملفوفة بورق استرتش. خلينا بقى كده نشوف البسبوسة. ايوه كده. انا حاسسها في الطعم قريبة قوي من بتاعت اتول. انا عايز ادوق تاني كده بتاعت اتول. الاتنين قريبين بعض جدا، بس هنا البسبوسة الطبق اللي فوق تحس ان هي ايه انشف سنة بسيطة من بتاعت اتول، والسكر اللي فيها هنا يمكن اعلى شوية من بتاعت اتول، فهي اذواق، بس انا بالنسبة لي اروح لتسبس، لان انا باكل حلويات عشان يعني نسبة السكريات فيها احس بطعمها. اي نعم مش لازم النسبة دي تبقى اوفر يعني، بس لا هنا تحس الموضوع احلى، فرقها بينهم بسيط، يعني دي لو هديها مثلا 9 من 10 بتاعت اتول 8.5. فخلينا نشوف الكنافة اللي بالقشطة.
حتى وانا بحط الشوكه كده، يعني الشوكه بتنزل تدب في الكنافه، باين الكنافه الطبقه بتاعتها ناشفه مش طريه زي بتاعت اتوال. هنا طبقه القشطه سمكها كويس يعني مش رفيعه، طبقه الكنافه اللي تحت ارفع بشويه من اللي فوق، وفي نفس الوقت الكنافه مقرمشه حلوه. يمكن بس تعليق الوحيد ان قطعه الكنافه على بعضها تحسها ايه، مش لازقه في بعضها، تحسها سايبه شويه يعني، وانا بقطع حته كده الطبقه اللي تحت انفصلت بسهوله عن القشطه. فكنافه بالقشطه لذيذه حلوه، بس البسبوسه لا كانت في حته تانية. البسبوسه عندهم فعلا جامده جدا. خلينا نخش على رابع واحد وهو اسمه ابو الخير. ده بقى ابو الخير، برضو الطبق ده كان ملفوف بره استريتش بس انا شيلته. طيب هو ابو الخير ده فروع موجوده في كذا حته، معادي ومدينه نصر وشيخ زايد و6 اكتوبر. فخلينا نشوف كده البسبوسه اول حاجه، يعني دي للاسف اقل بسبوسه لحد دلوقتي. بسبوسه تحسها ملكومه قوي، تقيله قوي، وفي نفس الوقت تقريبا مش محطوط عليها شربات، او شربات قليل يعني جدا، يعني اقل من اي حاجه كانت موجوده. فلا صعبه، صعبه قوي يعني، ملكومه قوي بزياده، تقيله جدا ومش مسكره، فمش مش دي البسبوسه يعني. طيب خلينا نشوف الكنافه اللي بالقشطه كده. هو دي تقريبا كده في تحت طبقه كنافه رفيعه، بعد كده طبقه بيستاشيو، بعد كده طبقه قشطه سميكه جدا، وفوق برده طبقه كنافه. طيب هي اقوى ميزه هنا القشطه، القشطه يعني فعلا طبقتها سميكه جدا وطعمها كويس جدا، يعني دي حاجه عجباني. يعني طبقه الكنافه كانت محتاجه ان هي تبقى اكبر من كده شويه عشان احس ان انا باكل كنافه. بالنسبه لي لا، يعني لو طبقه الكنافه بقت سميكه اكتر من كده بشويه كانت هتبقى ممكن بالنسبه لي هي احسن واحده، بس طبقه الكنافه رفيعه شويه، بس فكره ان هي مخدومه قشطه دي حلوه جدا، يعني معنى كده ان هم مكلفين. طيب خلينا بقى ايه نشيل الطبق ده واقول لكم ملخص التجربه. والله ملخص التجربه يعني كنت متوقع منافسه اقوى من كده شويه، يعني بالنسبه لي احسن بسبوسه كانت سبس، وبعدها على طول اتول وفرق بينهم بسيط، وتالت واحد بعد كده مونجيني بس برده ما كانش احسن حاجه. اما البسبوسه بتاعت ابو الخير لا دي ما عجبتنيش خالص. كنافه اللي بالقشطه احسن واحد سبس، وبعديه ابو الخير، وبعد كده تالت واحد اتول، ورابع واحد مونجيني. مونجيني اصلا كانت بالكريمه وما كانتش برده كويسه، فما عجبتنيش برده خالص. وبس كده، دي كانت نهاية الفيديو. متنسوش بقى تعمل لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.